السلام عليكم. أزول في اللون، واش راكم يا جزائريين وجزائريات؟ الحمد لله راكم بخير. دونك مازلنا في كاليفورنيا في الماريكان، نشوفوا في رحبه كير يعني لا ديفيرونس بين الجزائر، انا باغي الخير البلاد بيان سور، ونشوفوا الماريكان هي الاولى في العالم. والحمد لله شفتوا بلي كاين بزاف جزائريين هنايا يسكنوا هنايا يعيشوا هنايا ومازالوا يروحوا البلاد. وحنا رانا باغيين باللي الجزائر تولي جنة كيما راكم تشوفوا قدامكم. على بالكم وراني راني في جامعة، جامعة اللي ولدت 60 جائزة نوبل. على بالكم راني في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، و سان فرانسيسكو معروفة باسكو عندها الجامعة تاع بيركلي، على الجامعة تاع ستانفورد. هنا رانا في ستانفورد، والله هي الأولى في العالم مع هارفارد، هذه الاولى في العالم. وشوفوا لا ديفيرونس، راني نوري لكم لي حاجه اللي باينه، ما نوري لكمش يعني واش عندهم الناس في راسهم. وبات فهموا هنايا في سان فرانسيسكو 33% اصل تاعهم من الصين، سي دي ازياتيك، الصين ولا اليابان، هذا هو الاصل تاعهم هنايا اللي ساكنين هنايا في مدينه سان فرانسيسكو. وهذه جامعة ستانفورد مش بعيدة على المقر تاع فيسبوك، نبغى نهضروا عليها غدوا ان شاء الله. فوالا شوفوا بعينيكم هذا مكان، شوفوا البنيان كي داير، شوفوا الحشيش كي داير، سي ان بونور. شوفوا الاركيتكتور كي دايره، راكم تشوفوا ولا لا؟ سي مانيفيك. على بالكم واحد يجي يقرا لي هنا يكون فرحان يصبح مع قهوة ولا لاتاي، يقول الحمد لله روح نقرا ونفرح، نفرح روحي، نفرح والدي ونفرح بلادي. فهمتوني؟ شوفوا الجامعة كي دايرة، سي ان كومبوس. على بالكم بلي مدينة كاملة هي جامعة، يعني مدينة البلدية تاع ستانفورد هي بروحها جامعة. وشوفوا كي دايرة، تقول راكم في البلاد، تقول راكم في بيسكرا ولا في توغورت ولا شوف. راكم تشوفوا؟ سك سافي بليزيغ كومان. شفت القهوة كي دايرة؟ بروبرتي، أورغانيزاسيون، أنفيرونمون، كولتور، حنا يقراو كلشي، يقراو لا ميديسين، يقراو الأركيتكتور، يقراو الأنفيرونمون، يقراو اللغات، يقراو كلشي. كيما بكري، بكري على بالكم الإسلام مع ابن رشد، ابن سينا وهي رايحة. كانوا حنا عندنا ناس معروفين في العالم كامل، وداروا علينا الايام، داروا علينا الايام. مي ان شاء الله نرجعوا كي كنا. على بالكم شكان في دمشق، شكانوا في بغداد، شكانوا في غرناطة في اسبانيا. كان الخير تاع سيدي ربي، باسكو بكري وي كنا نعطوا القيمه العلم، ماشي كيما دوكا نعطوا القيمه للسرقه والقمة الفساد. يعني ليام دارو، بصح ان شاء الله نرجعو كيما كنا بكري. راكم تشوفوا صافي بليزير كمان، سي اغريابل. فوالا 60 بري نوبل هنايا برك، بلا 50 تاع بيركلي كيما كنا البارح مع الجماعة، ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. فوالا صافي بليزير. على ما نديروش كيما هاك في البلاد، علاش؟ ياه 2000 مليار دولار دخلوا في هادو 20 سنة، على ما يديروش حاجة شابة، ناس تفرح، ناس تقرا، ناس تتعلم، ناس من بعد تسيبهم في المستشفى، تسيبهم في الشركات تاع التكنولوجيا ولا الشركات تاع اي حاجه، يعني لا تيوري في الجامعه ولا براتيك في الشركات. دونك دوك نعطيكم فكره تاعي، لماذا ما نديروش اتفاقيات بين جامعه تاع الماريكا وجامعة الجزائر؟ نعطيكم ان اكزومبل، على ما نديروش باغ اكزومبل جامعة بالعكس من هنايا مع ستانفورد، ولا جامعة تاع سيدي بلعباس مع تاع تعيال، ولا جامعة تاع تلمسان مع تاع بيركلي، ولا جامعة تاع غردية مع تاع بوسطن. لماذا حكام دولة ومسؤولين تاع الجامعات ما يديروش اتفاقيات dans tous les domaines, médecine, urbanisme, architecture, environnement, technologie, physique, chimie. Allah, bladna, li kat qarza,
في السبعينات في وقت بومدين لماذا ما يجدير كيما دوكا بكري؟ على بالكم في وقت بومدين كان يرسل جزائريين وجزائريات في العالم كومبلي، في الامريكان في الانجليز في فرنسا في الروس، باه يتعلموا ومن بعد باه يرجعوا البلاد وباه يعني يطلعوا بلادنا. بصح الله يحفظ ويستر، ملي دخلنا في من بعد 88 كارثه. الناس اللي راهم يحكموا في هذا البلاد راهم باغيين لولادهم برك، ما على بالهمش كاع بالجزائر، ما على بالهمش كاع بالمستوى تاع المدرسه الجزائريه ولا المستوى تاع الجامعه الجزائريه. لازم نرجعوا كيما كنا بكري، باسكو بكري كان عندنا الطموح. مسؤولين جزائريين اللي كانوا ديكتاتوريين، لازم واحد يتعرف، كانوا عندهم الطموح به بلادنا تطلع، به ولادنا يطلعوا ويستقبوا بلادنا. Avant, dans les années 70, il y avait une ambition nationale algérienne pour que le niveau scolaire et le niveau universitaire soient suffisamment élevés pour que l'Algérie puisse rattraper des pays comme la Corée du Sud, comme le Japon. Bakri, à la belle, comme qu'on a dit, inchallah, bennahak, elfid, nelhgou le Japon. Comme tu sais, ou là? Hakak, kano tomo, c'était ça l'ambition de l'Algérie dans les années 70. L'idée, c'était, dans les années 2000, nous rattrapions le niveau du Japon. Choufou, tombeau les canaux anna, c'est bien net. Ou choufou, tombeau les ram anna lium. Lium tombeau t'anna, rana barin bliloueh dal khabsa. Rana qui m'a dit si Oud Abbas ou si Oud Yahya, rana barin bliloueh t'anna, il est tarachah pour qu'il fasse le sacrifice t'aou. Choufou, tombeau t'aouana, t'as c'est bien net, mais tombeau t'aouana, t'as alfin ou t'mandash, rana barin qalou. بلي الرئيس تاعنا يسكريفي به الجزائر تبقى هي التاليه كيما اليوم. سي كراف ولا ماشي كراف يا الشعب الجزائري؟ وما في زعفان اليوم، راني عادي، راني نتفرج، راني في الجنه مع الناس يبغوا العلم. وعلى بالكم كاينين جزائريين هنايا يقراوا ويعطيهم الصحه، وان شاء الله نطلبوا لهم النجاح، وان شاء الله يرجعوا ممكن البلاد بالك يسيبوا منصب على حسب المستوى تاعهم. J'ai des craintes, mais c'est comme ça. Il faut toujours espérer. Voilà, je vous fais comme c'est toujours agréable. Alors, comme Medina, Kabla, Baladia, complet, il y a Jamia. Stanford, il y a le Oulaf Al-Alam qui va coûter le coup. Bah, Jamia, Harvard. Et c'est un pur plaisir. Ourana Barim Billy, les étudiants ou les étudiantes de Bladna, Fanny Houma, ils ont un double campus. Qui m'a dit Kayen Draham, Tal Petro, Tal Gaz, Kayen, Kayen. بصح ماناش باغيين بلي ولاد لا مافيا برك يبروفيتو من هذوك الدراهم. شوفوا بعينيكم، شوفوا نعاود لكم مدينة كومبلي راه كيما هاك كومبلي فوالا تاع لي فيلو. اسكيوز شوفوا يلعبوا نورمال. هذو على بالكم هذو كاع مخار، كاع جابوا 16 سور 20 ولا 17 ولا 18، ما تشوفوهمش يلعبوا في الفيلو برك. اي وي. وكيما هكا لي فونتين يانا بارتو، ها شفتو داروها 1934. هلا شوفوا بعينيكم، هلا 1934 هنا كنا في الوقت الاستعمار، هما ديجا كانوا في الوقت العلم والراحة والرحمة. سي با بو سا؟ راكم تشوفوا امبيكابل، ما كان والو لا كاعات لا بلاستيك لا والو. هلا هادو الاسماوات تاع كاع الناس اللي قراو لي هنا، شوفوا شفتوا ولا لا؟ عندهم التاريخ، يستعرفوا بالتاريخ. هلا هكاك الناس يفكروا والديهم جداتهم اللي قراو لي هنا، ما يمحوش التاريخ، ما يقولوش بلي الجزائر مش امازيغيه، لا يستعرفوا. فهمتوني ولا لا؟ شوفوا 100 years قرن الورد يا تو سكيفو. وين شنوري لكم واش نوري لكم باه تفطنوا يا الشعب الجزائري، تفطنوا باه تفيقوا بلي هادو الحكام تاعنا لا غالب، ما عندهمش المستوى، لا غالب هادو الحكام تاعنا ما عندهمش الطموح باه شبيبه جزائريه تنجح، ما عندهمش الطموح باه الشبيبه الجزائريه يكون عندها مستقبل في الجزائر. وكي راكم تشوفوا وكي راكم تقرا باللي 84% من الشعب الجزائري
ما راش باغي يقعد في الجزائر، افهموا روحكم باللي هذا النظام فشل فشل فشل. لا غالب لا غالب، ما عندوش كفاءة، ما عندوش طموح، ما عندوش الروح الوطنية. هذا النظام باه الشعب تاعنا يطلع، باه يكون المستقبل في الجزائر كيما كانوا عندهم مسؤولين تاعنا في السبعينات، كانوا عندهم الطموح باه الجزائر تطلع، باه الجزائر تولي على مستوى واحد مع اليابان. اليوم راكم تشوفوا رامي يهربوا في الدراهم، رامي حاشاكم خبجوا كاع البلاد، رامي يهربوهم دراهم في فرنسا، في اسبانيا، في الامريكان، في سويسرا، في بنما. هذو الناس ما يديروش الثقه في الشعب الجزائري، هذو الناس ما يديروش الثقه في الجزائر. فهمتوني ولا لا؟ سي كوم سا، هذه مصيبه طاحت علينا، بصح معليش من القدام ان شاء الله ممكن الامور يتبدلوا، ممكن طبقه مثقفه جزائريه تفيق شويه، ممكن الناس اللي فيهم الخير في المؤسسه الجزائريه يفطنوا يقولوا بركات، هيا بزاف، هيا خدعتوا هالبلاد بزاف، سا سوفي بزاف. شوفوا العالم كي راه يدور، شوفوا ها، شوفوا قبضوا الطياره، شوفوا بعينيكم فيزا الطياره شويه درام وشوفوا العالم كي راه يدور، سي انكرويابل. على بالكم العالم كامل راه باغي يجي هنايا، ماشي كيما البلاد، كاع الناس راه باغيه تخرج من البلاد، وهنا في اوروبا وفي الامريكان كاع الناس راه باغيين يجوا لهنا. تعرفوا علاه؟ باسكو الدوله القانون يمشوا ديريكت، فهمتوني؟ يمشوا ديريكت في هذا ما يزيكزاكوش، فهمتوني ولا لا؟ ما يزيكزاكوش، هاكم شوفوا؟ راه قالوا باللي عندنا قرن، باللي رانا هنا وما زلنا نزيدوا قرن اخر. فوالا جامعة ستانفورد. فهمتوني يا الشعب الجزائري؟ حنا كلشي بالمقلوب، مام الشعب تاعنا ما راش باغي يقعد في البلاد، سي كراف على بالكم. باسكو علاش؟ باسكو ما بقى والو في هذا البلاد. ما كاش الدولة القانون، الطريق مسقمة ما تعاش، السرقة راهي باختو من المرادية حتى البلدية حتى الدوار صغير، يعني ما كاش حاجة اللي تفرح. بكري كان عندنا الفريق الوطني تاعنا ليكيب دو فوتبول، فرحونا شوية ومن بعد في المونديال من با كابابل يكلفيو رواحهم في الروس. يعني ما كان حتى حاجة اليوم في 2018 اللي تفرح الشعب الجزائري. وعلى بالكم بلي الشعب الجزائري راه باغي يبني المستقبل تاعو، راه باغي بي ولادو يقراو مليح، راه باغي كي يبغي يفطر يفطر في واحد البلاصه شابه، راه باغي يفوت لي فاكونس ماشي يروح تونس ولا المغرب ولا تركيا، راه باغي يدير فاكونس في بلادو. راكم شوفوا على بالكم بلي لي زوتيل في الجزائر غاليين على فرنسا، غاليين على اسبانيا، لي زوتيل تاع البلاد بورتون نيفو زيرو، زيرو في الزيرو. يعني كل شيء راه بالمقلوب في بلادنا، يفو شونجي سا. وكي تسمعوا بلي راهم باغيين يديروا العهدة الخمسة، على بالكم المخ يحبس، المخ يحبس. هذا الرئيس تاعنا ما نقولوش بلي ما خدامش، خدام، ولكن ما رانا عارفين اللي راه ميت ولا راه حي. ما بغيتش نخسر الهضرة برك، هذا مكانه جو فيدي جونتي اجوردي. وكي تشوفوا بلي ولد عباس قال لكم بلي الجزائر خير من السويد ولا خير من امريكان ولا قرا مع انجيلا ماركل في امريكان، وقال لكم اليوم ضحكني بصح سي كراف ضحكني، قال لك بلي 100% بوتفليقه يديها في الانتخابات 2019. على بالكم بلي هذا الانسان راه حاسب بلي الشعب الجزائري كومبلي حيوان، يعني ما عنده والو في راسه، ما قرا ما شاف ما فهم ما والو. هذا الانسان شحال عنده 83 سنه، يعني راه حاسب باللي الشعب الجزائري ما عنده والو في الراس، وحنا رانا نتفرجوا فيه تمسخر بينا اش 24 ونتفرجوا فيه. وعلى بالكم مام قط يرشحوه في 2019 يديها، على بالكم مع التزوير قط، عفوا واش هو قط ان بيتي شا، يقولوا هذا هو المرشح تاعنا يربح نورمال عادي، يقول لكم شوفوا شوفوا هذا القط هو الرئيس تاع الجزائر، والشعب يسكت نورمال عادي، يخلي القط يحكم في الجزائر. هكاك راه صار لنا، راكم تسمعوا ولا لا؟ هذا ولد قدور راه حسبنا قطوطه حنايا، نوزا بخي بور دي بوتي شا كي نو غيان دون لا تيت. اي سي جو برون سيت اكزومبل سي بور فو فار رياجير. هذا
ولد العباس راه حس بنقطوطه حيوان ما فهمو ما والو، غادو يدير لنا قط، من بعد يدير لنا وعل يقول هذا الرئيس تاعكم، من بعد يدير لنا واحد الشجره يقول لنا هذه الشجره تاعكم هذه الرئيس تاعكم، فهمتوني ولا لا؟ كارثه. بصح تعرفوا علاه؟ باسكو هما اللي هبطوا مستوى التعليم في الجزائر، هما هذا الجيل تاعهم، الجيل تاعهم هو اللي هبط المستوى تاع الجامعه الجزائريه. كنا عندنا جامعه كما في السبعينات ولا كما هذو الجامعات هنا في الماريكان، على بالكم في الماريكان ولا في اوروبا تقول لهم باللي واحد رئيس ما شفناش صافي 6 سنين هو اللي يولي رئيس، على بالكم باللي يضحكوا عليه يقولوا مي سافا با نو، مي سافا با نو، حنا قرينا ما شاء الله لي بلو غران سيانتيفيك تاع العالم قرونا في الجامعه وواحد بيد بغيتوا تديروا لنا هو اللي يكون بريزيدون، على بالكم امبوسيبل مستحيل به العالم كومبلي ما بالغواندا ما يقبلش بواحد ميت يولي رئيس صف في الجزائر. باسكو بوركوا حنا ولفناهم هذه لا مافيا، حنايا ولفناهم ورانا ساكتين، يقولوا كلمه يقولوا اتونسيون او لا مافيا او ليبيا ولا سوريا. وليبيا شكون اللي طاكها ليبيا؟ ليبيا على ولات كيما هاك باسكو امريكان دخلت فيها مع فرنسا، سوريا على ولات كيما هاك باسكو امريكان وفرنسا والروس دخلوا فيها. بصح حنايا امريكان الروس فرنسا راهم في الصحراء، اسمعوني مليح، راهم ديجا في الصحراء، راهم في عين صالح، راهم في اضرار، راهم في رقان، راهم في اليزي، راهم في حسن مسعود، ديجا عندهم لابار تاعهم، فهموني مليح يا شعب الجزائري، ما يصرى لنا والو، باسكو البلاد ديجا قسموها، وهذو البلدان ماهمش باغيين باللي الجزائر تخلط، ماهمش باغيين كاع، ميم اسرائيل راهي في اضرار، اسرائيل مع الشركه كارليل جروب اللي عندها المقر تاعها في واشنطن، عندها 30% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار حتى 2043 مع غاز دو فرانس، سمعوني مليح، هذو البلدان ماهمش باغيين باللي الجزائر تولي كيما ليبيا ولا سوريا، راهم باغي راهم باغيين باللي تقعد كيما هاك، باسكو ديجا راهي تاعهم، فهمتوني؟ راهي تاعهم. طاليان عندها 75% من من الحاسيب الركين، فرنسا كانت عندها 65% دروك عندها 35% في اضرار وهي رايحه، اسبانيا عندها 52.5% في اليزي وهي رايحه وهي رايحه، شوفوا صافي 20 البلاد قسموها كلاوها ما خلو فيها والو، ها جامعه مسقمه ما داروها، ها شوفوا بعينيك شوفوا شوفوا مليح شوفوا هذه كاع جامعه، ها شوفوا بعينيكم هذه ماشي جدنا هذه، ها كيما تشوفوا عاديكم بعيدكم راكم في بيسكرا ولا توغورت ولا غردايه ولا ما شاء الله ولا بشار ولا تقول لكم يعني في الجزائر. مي لا غران ديفيرونس، لا غران ديفيرونس مسؤولين في هذو البلدان يبغوا بلادهم، يبغوا الشبيبه تاعهم، يحترموا الشبيبه تاعهم، فهمتوني؟ يحترموها ويبغوا الخير ولادهم، هذو الناس هذو، هذو الناس هذو راكم تشوفوا كاع فيهم، على بالكم هنا راهم جايين والديهم مع ولادهم يعني يزوروا كاع الجامعات هنا في الماريكان، هكاك في سبتمبر ان شاء الله ولادهم يدخلوا لهنا ويقراوا ويسلفوا دراهم باه يقراوا، ومن بعد يخدموا يرمرسوا عادي عادي عادي، وكل واحد عنده بلاصتو هنايا، كل واحد عنده قيمته، كل واحد راه محترم، شفتوا ولا لا؟ وكما قلت لكم 33% دي زابيتون دي زيتيديون اون كاليفورنيا سون دي ازياتيك، يعني راهم يطلعوا راهم يطلعوا، شوفوا الصين في البلاد يبيعوا لنا لا كابلوت، بصح في الخارج في الامريكان كاليتي نمبر 1، كاليتي نمبر 1، ولادهم ما شاء الله قرايه سون بيتي. احنا يا راكم عارفين سي با فاسيل، شفتوا هذه جامعه وقلت لكم هذه بلديه كومبلي 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 جامعه كومبلي، هلا شفتوا كل حاجه في بلاصتها، وراهم باغيين يديروا 5 موندا، واش نقول لكم عليه؟ لو كان الشعب راك باغي 5 موندا ما كاش مشكل، انا سا ديرونج با، على بالكم بلي حياتي ما تبدل ما والو، انا سا شونج غيان بور موا انا شخصيا. يا شاب جزائر يا شبيبه جزائر، انا شخصيا انا ما خصني والو، الحمد لله الحمد لله، فهمتوني ولا لا؟ ما خصني والو، تاع قلبي ما خلانيش، سي با بافوت، قلبي ما خلانيش، كي تشوف هذا المستوى تاع مسؤولين سياسيين
اللي راهم حاسبين الشعب تاعنا كومبلي 40 مليون جزائريين ما شاء الله، ولاد حاسبه بن بوعلي والعربي بن مهيدي ربي يرحمهم، حاسبيننا باللي حيوان ما نفهموا ما والو، وراهم باغيين يديروا 5 مونطا وحتى حاجه ما داروها مليحه. هيا قولوا لي شوف واش داروا حاجه مليحه. اسكو عندنا جامعه اللي عندها مستوى في العالم؟ والو. اسكو عندنا لوتوغوت شابه اللي قامت لنا 17 مليار دولار؟ والو. اسكو عندنا مستشفى اللي العالم يجي عندنا يداوي روحه؟ والو. اسكو عندنا مانيش عارف واش نقول لكم، اسكو عندنا ماش عارف بارك شباب ولا ماش عارف واش من حاجه واش من حاجه اللي هذا النظام صنعها ورانا فرحانين به والعالم راه يستعرف به. هاي قولوا لي شوفوا مش شادلي بالجدي الله يرحمه كي دار مقام شاهد، ماشي هو اللي داروا، لي كندا هما اللي داروه، حتى لوتوروت اللي داروها الشناوه واللي زادوا الفاتوره 11 مليار دولار زياده، ونكملوا مع الجامع جديد اللي نورمالمون يقيم مليار حتى ولا 3 مليار من با الجزائريين هما اللي داروه، شناوة فالي. يعني واش من حاجه هذا النظام صنعوا ورانا فرحانين به والعالم يهضر عليه، صافي مالو كور، مي ما كان والو، ما كان والو. راكم تسمعوا؟ غيان. تعرفوا واش يديروا؟ هذوك الدراهم تاع الغاز والبترول هما اللي جابوهم؟ هذا الرزق الله هذا سبحانه. هذو الناس تعرفوا واش يديروا؟ ماشي يديروا استثمار، راهم يصرفوا دراهم، صرفوا برك، كيما باغ اكزومبل انا الشيباني ربي يرحمها، بورتو ما قرات ما والو، كان تصرف الدراهم، فوالا باغ اكزومبل الشيباني الله يرحمه يخدم ويا تصرف تروح المارشي تشد لنا شويه زروديه شويه بطاطا شويه حام شويه ويا رايحه تصرف. يعني هذه الدوله نورمالمون ماشي تصرف الدراهم تاع الغاز وتاع البترول، نورمالمون يكون عندها نظره اقتصاديه باه تزيدوا الكنز للجزائر في الفلاحه في الصناعه في السياحه في التكنولوجيا في هذو 20 سنه. سنتيم ما جابوش، اسمعوا مني، هادو الناس راهم حاسبين رواحهم، راهم يقولوا باللي بلا تروح فيها، سنتيم ما زادوهاش الميزانيه الجزائريه، راكم تسمعوا؟ سنتيم ما زادوهاش، وراهم يقولوا باللي هما يعرفوا هما يديروا، ما يعرفوا والو، هنا الشركه برك، شركه ابل اللي يدير الايفون والماك، راهي تسوى 1000 مليار دو دولار، راكم تسمعوا؟ 1000 مليار دولار. وعلى بالكم شحال يدخل في البلاد كل عام؟ يدخل 35 برك، يعني جزائر كومبلي 35 مليار، وهذه الشركة واحدة برك 1000 مليار دولار، وكل شيء بالدماغ، ما كان لا غاز لا بترول، كل شيء تكنولوجية، كل شيء تعليم. وعلى بالكم هذو المسؤولين ما خرجوا؟ هذه تاع الشركة هذه؟ يخرجوا من الجامعات كيما هذه، ستانفورد، هارفارد، برينستون، كولومبيا، ييل، بيركلي، براون، حسبتوا خرجوا من الأفلان؟ يا الشعب الجزائري، حسبتوا بلي هذو الناس اللي راهم يطلعوا الاقتصاد تاع البلاد، حسبتوا بلي قراوا في المدرسة تاع الأفلان؟ مدرسة تاع السرقة، تاع القتيلة، وتاع الفساد؟ نعلو بليس، نعلو بليس. على بالكم لازم خطرات واحد يقول لكم الصح، لازم واحد يستعرف شوية. افلا هردنا، افلا هو كان يقتل في ولادنا كيما عبان رمضان 27 ديسمبر 1957، افلا هو اللي قتل مجاهد وشهيد عبان رمضان، وفي الجريده مجاهد على بالكم كتبوا في هذاك الوقت كتبوا باللي فرنسا هي اللي قتلت عبان رمضان، هو الافلا هو اللي قتلوا. يعني العدو 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 راه في الوسط البلاد، العدو 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 راه في الوسط النظام يا الشعب الجزائري. على هذا الشيء من 57 هما يقتلوا في الشعب، يقتلوا في رجاله وفي نساء، ويفسدوا في البلاد، يبيعوا في البلاد، ومازالوا يسرقوا، ومازالوا يفسدوا، ومازالوا يتمسخروا بينا واحد بالواحد كيما رانا كاع 40 مليون جزائريين. هنايا جامعة برك، جامعة برك، نص الميزانية تاع الجزائر 16 مليار دو دولار، 16 مليار دولار، والبلاد تدخل كما قلت لكم، كما قلت لكم تدخل 35 مليار
كل عام بصح تدخل ماشي بالخدمه تاع الغاز وتاع البترول. ياكم تشوفوا مساكن في ورقله الماو ما عندهمش بشار، الماو ما عندهمش اضرار، الماو ما عندهمش، ويوم يديروا احتجاجات باسكو هذا النظام ما بغاش يفهم، ما بغاش يفهم بلي الجزائر الكنز تاع الجزائر ما الصحراء، وهما يطلعوا كل شيء للشمال، ومن بعد من الشمال سويسرا بنما فرنسا امريكان لوكسمبورغ. واكم تشوفوا 55 درجه في ورقله وتريسيتي ما عندهمش، لي كوبور ديال الكتريسيتي. على بالكم هذه كاع ما تخرج في الراس. بعضهم كنت في لاس فيغاس، على بالكم مدينه كومبلي باراج برك، باراج برك تاع الماء هو يضوي كاع المدينه كومبلي اش 24 جامي دو كوت جامي دو كوبور، كاع كاع تريسيتي كاع ما يحبش. ولا نيويورك 17 مليون جامي لي كوبور في الماريكان، 318 مليون ماريكاني هنا في الماريكان جامي تسمعوا باللي الضو طفى. وورقله على بالكم ورقله هي عاصمه البترول، ولايه البترول مع حسين مسعود، وكل يوم تسمعوا باللي تليفون تريسيتي طفى قطع ما كاش الماء. وين رانا رايحين؟ وين رانا رايحين؟ وهذو الناس يحكوا لنا باللي لو كان يروحوا البلاد تروح، واش راكم حاسبين رواحكم انتوما؟ انتوما هردتوا البلاد، انتوما هردتوا البلاد، مستوى ما عندكمش. لو كان عندكم مستوى كون بنيتوا سبيطار بعد داو الرئيس، وراكم تهضروا وراكم تكذبوا علينا ياه. والرئيس ددوه اوبيتال ميليتير مستشفى عسكري فرنسي 80 يوم 80 جور، يعني كاع الاسرار تاع الجزائر اوب يسني ويهرد البلاد. على بالكم واحد ديروا له امتيت بيكيور برك، ديروها له يكون مدوخ، تسني له واش تبغوا. وراكم تقولوا بلي نتوما عندكم الروح الوطنيه، الرئيس ولا وزير يداوي روحه في مستشفى عسكري اجنبي اوبيتال ميليتير اترانجي. Alors que vous savez qu'avec une simple piqûre, vous pouvez faire signer n'importe quel document. Je vous fais bien. Je viens de faire un peu de mal. Je vais vous faire un peu de mal. Je vais vous faire un peu de mal. Je vais vous faire un peu de mal. On fait un va-et-vient. Bien le hadra ou la vue. Regardez comment c'est beau. Voilà, comme les étudiants, un peu de mal. Ils ont un peu. C'est autorisé. Voilà, c'est autorisé. Chauffe, chauffe. Ah, chauffe, chauffe. Chauffe, il y a les gens, chauffe. C'est tout, elle là. Eh oui. Pour que tu te chauffes les commentaires, c'est qui t'a chié, dire la ralbe, ou la FLN, les clés ou le bled. Voilà, comme Bredon, voilà, comme Bredon. حاجة باينة تقول له باللي واحد يكذب، شوفوا بعينيكم. شفتوا راهم يولدوا في ولادهم بيروحوا إن شاء الله. ها شوفوا بعينيكم. شفتوا؟ إي وي. والله هذو مساكين شياتين تاع 20 أورو تاع هذو ولاد الإف إل إن. على بالي بلي راكم خايفين، على بالي. أجا نشوف فيكم بهذا. بهاكا تسمعوني مليح وتشوفوا فيا بيان كوم. يا ولاد النظام على بالي بلي راكم خايفين، على بالي بلي لو كان ندوها ان شاء الله مع الشعب الجزائري تقبضوا الطياره وتقبضوا الطريق. بصح نقولها لكم من دوكا، راني نهضر على الولاد هذو لا مافيا، لا مافيا الكبار ما بقالهمش بزاف، هذوك نسمحوا لهم. راكم تسمعوا مليح، هذو اللي عندهم 70 75 80 هذو نسمحوا لكم، تفهموا مع ربي سبحانه. بصح انتوما ولاد لا مافيا، هذو ولاد القدور ولاد تعيداني ولاد سلال ولاد على بالكم ولاد شاكيم اكسيتيرا. والاخرين يا والله ماني طالبكم، راكم تسمعوا مليح، ديروا كي تبغوا، كبار خلوهم، بصح انتوما الصغار هذو لا مافيا اللي عندكم جنسيه امريكانيه من كندا كما بالجاوي ولا فرنساويه ولا اسبانيوليه، يا والله وثم بالله ماني طالبكم، باسكو راكم دايرين الباطل انتوما. توما راكم تبروفيتو بالدرهم تاع الشعب في لاس فيغاس، في جنيف، في لندن، في باريس، في برشلونة. لازم تدوروا
اللي ديتوه ترجعوه، فهمتوني ولا لا؟ هكا بد فهمو مليح، فهمتوني؟ ونعاودها لكم اون فرونسي دوكا. Les enfants de la mafia qui avaient dilapidé la richesse du peuple algérien et qui multipliaient les nationalités à travers le monde, canadiennes, américaines, anglaises, italiennes, espagnoles, françaises, etc. Croyez-moi que vous rembourserez chaque centime que vous avez volé au peuple algérien. Voilà, à la belle blé, donc, femme-toni. À la belle blé. هضرتي بالعربية ما تفهموهاش بصح على بالي بلي هضرتي بالفرنسوية تفهموها 100%. فوالا عندي عربية تاع الدوار بصح عندي فرنسوية تاع الجامعة سوربون، فهمتوني؟ فوالا بصح الحمد لله في كاع الجزائر يفهموني كي نهضر، والحمد لله ويعطيكم الصحة كي راكم تصبروا لي تصبروا عليا وراك تصبروا على يعني الهضرة اللي نهضرها، وبارك الله فيكم. فوالا راكم تشوفوا بعينيكم، مي سا كونتينيو سا كونتينيو، عندهم فانيستا تاعهم وحدهم هنايا، دوك نوريه لكم. هو كنوريه لكم يا الشعب الجزائري، شوفوا الجنه، شوفوا الناس يبغوا بلادهم سورتو، وحنايا رانا باغي نديرو كيف فوالا. هذا هو الهدف تاعي كي راني نوري لكم هذو البلايص هنا في امريكا، رانا باغي نبلي الجزائر تولي كيما هاك، بلاد القانون، بلاد العلم، بلاد الثقافه، بلاد الخدمه، بلاد التكنولوجيا، بلاد الاحلاق، فهمتوني ولا لا؟ لو بي دي فالور كيما كنا بكري فوالا. بلاد الروح الوطنيه، اون فو دي جون اللي عندهم الكفاءات واللي عندهم الروح الوطنيه، نبغوا الناس اللي يخافوا من ربي، اللي كيشوف دينار فيرض ما يقلبوش، يقول هذا تاع ملك الدوله تاع الشعب الجزائري. ما راناش باغيين الناس اللي ما يخافوش من ربي، باسكو كاع هادو الناس ما يأمنوا بربي ما يخافوا بربي، هذا هو المشكل. كي يسرق يسرق نورمال عادي، وراهم حاسبين باللي الجزائر تاعهم، على بالكم هادو الناس اللي راهم يحكموا في البلاد راهم حاسبين بنيتهم باللي الجزائر تاعهم سي لوغ بي ملك تاعهم، على هذا الشيء يطول ولادهم وولاد ولادهم وهي رايحه هكاك، راه صار البلاد تاعهم يعني هما برك يسالوا في البلاد. الشاب هذو 40 مليون سي سامبلومون ان سامبل اكسسوار، بصح على بالكم لازم احنا لو كان رانا باغيين التغيير في البلاد لازم احنا فين نبدلوا العقليه تاعنا. راكم تشوفوا راهي كلشي راه بروب في هذه البلاد، في اوروبا كلشي بروب، لازم احنا فين ننظموا روحنا. سا بار دو سامبل سيتويان، الحكام يسرقوا بالمراير بصح تحت فاني سافا با تحت فاني، على بالكم بلي كل واحد كيشوف اي عفسه فاني بروفيتي، حنا فاني لازم نضبر وحنا ان شاء الله. سي ا نو سي دو فير دي زيفور دو شانجي ديتا ديسبري دو شانجي دو مونتاليتي ان شاء الله. فوالا دوكا دوكا حبه حبه دوك نوري لكم، نكمل مع الاستاد بنلعب هنايا تاع الاستاد فاض، على بالكم بلي هنا الجامعات معروفين بالعلم بصح فاني معروفين بالسبور et ça fait et ça participe de la notoriété de chaque université ici aux États-Unis. Voilà, en tout cas j'espère que vous en tout cas salam ala كاع الجزائريين في 48 ولايه راهم يتبعوا فينا، والجزائريين راهم ساكنين هنا في الامريكان ويعطيهم الصحه، كانوا معنا في بوسطن، في نيويورك، في واشنطن، في فيلادلفيا، في كولومبوس، في كانساس سيتي، في انديانا بوليس، في دنفر، في لاس فيغاس، في لوس انجلوس، في سان فرانسيسكو. فريمون يعطيكم الصحه وسمحوا لي كاع الجزائري راهم ساكنين في الامريكان، باسكو جو بو با ايت بارتو، كاين بزاف في تكساس، في دالاس، في هيوستن، في سان انطونيو، في سان دييغو، يعني كاين بزاف بلدان ولايات هنا في الامريكان اللي فيهم الجزائريين. ولا غالب جو بو با ايت بارتو، ولا غالب لازم ثاني نرجع البلاد، لازم نشوفوا البلاد تاعنا كي راهي دايره، لازم شويه نصنتو واش يقول سي ولد عباس، لازم نصنتو واش راه يقول سي احمد ويحيى، لازم نصنتو واش راهي تقول هذه لا مافيا، يعني وراهي باغيه توصل للشعب الجزائري كامل. انا باغي نشوفو هذو الناس شو الطموح تاعهم، ياه لي واحد باغ اكزومبل راه 100 راه باغي يولي رئيس بورا 5 فوا، على بالكم ما تخش في الراس يا والله الشعب الجزائري، وعلى بالكم باللي حنا نحترمو لي زونسيان شيوخ تاعنا،
صح واحد اللي ما هضر صافي سيزون اللي ما بانش يديروا لي مونتاج فيديو مع ماكرون يعني يقدر يهضر 2 ساعتين مع ماكرون بصح ما يقدرش يقول السلام عليكم مع الشعب الجزائري. حنا تشوفوا باللي هذو الناس راهم يتبسخروا بينا يعني بكم وبيا يعني بينا كاع كومبلي. وكي ولد عباس يقول لكم باللي الرئيس يديها 100% يعني ميم با يقول بلا 99 قال لك 100% يعني كمال لله على بالكم ياك ديو كي كومبلي. ولد عباس راح يحسب روحه هو ربي نيشان سبحانه. راكم تسمعوا هادو كافرين هادو كافرين ما مربي وما يستعرفوا بيه راهم حاسبين بلي هما كبار على ربي سبحان الله. ورانا رايحين وين رانا واصلين يا وفطنوا شويه فيقوا. ولد عباس راه خير من ربي راه يقول قال لك 100% يديها بوتفليقه 2019 100% ما قال 99 ما قال 98 ما قال 97 يعني بغى يعطيلو كادو يديها 100% هو بيت بصح يديها نورمال والشعب يصفق ماشي الشعب كامل بيان سور حاشا الشعب تاع الاف ال ان اللي هما راهم خايفين لو كان يجي البديل في الجزائر يكون التغيير في الجزائر دونك او بيان خلوا هذا الكافر هذا يتمسخر بينا او ديجاجوهم بالطريقه قانونيه ديمقراطيه وحضاريه ان شاء الله اي بيان سور سلبيه. لازم نفيقوا كاع واش دور كارطه تاع الفوت ان شاء الله في اكتوبر على بالك على بالكم بلي كارطه تاع الفوت تنخدم بين اول اكتوبر حتى 30 اكتوبر ان شاء الله 31 اكتوبر ان شاء الله باه واحد يقدر يفوتي في افريل 2019 ان شاء الله. دونك واش دور كارطه فوالا هذا هو الحل الحل واش دور كارطه تاع الفوت باه نسقموا بلادنا ان شاء الله وباه نخرجوا هذو الكافرين هذو اللي راهم حاسبين روحهم هما كبار على ربي سبحانه. كيما هذا ولد عباس قال لك 100% هو خير من ربي يعني مكان لا تفوتوا مكان لا ديروا مكان لا يعني بالعنف بالسيف هذو الناس يستعملوا العنف الكفر والفساد هكاك عينانيه ويديروا ندوة صحفيه نورمال يهضروا كيما هاك بلي حنايا سيغ بلي يديها سيتادير بكم ولا بلا بكم يعني بينا ولا بلا بينا. هذا هو النظام الفاسد اللي راه يحكم في البلاد. وهذه الهضره على بالكم بلي نهضرها هنايا في الماريكان ونهضرها غدوه ان شاء الله في الجي ولا في بشار ولا في عين قزام. شفتوا واش صرا في عين قزام؟ عين قزام تعمرت بدنو باسكو علاه؟ ما داروش لي كاناليزاسيون ما وجدوا والو. هذو الناس اللي راهم حاسبين بلي هما خير من ربي اللي سبحانه اللي كاناليزاسيون ما يخدموهمش في البلاد بصح الدراهم تاع البترو تاع الغاز يدوه 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 ويخلوا الشعب مسكين يسوفري في الدار الدنيا. دونك فوالا دوك نكمل مع هذا الملعب ومن بعد نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. فوالا هذا هو ستاد 5 جويي تاع جامعه ستانفورد. راكم تشوفوا الحشيش كي داير ما شاء الله. شوف هذا هو ستاد يديروا فيه الاتليتيزم لو فوتبول لو بيسبول كل شيء. شوفوا بعينيكم شوفوا لا كاليتي. وكاع الجامعات هنايا في الماريكان كل واحده عندها ستاد تاعها. فوالا هذه ستانفورد شوفوا بعينيكم فوالا ستانفورد فوالا ستانفورد فوالا شوفوا. ومن بعد قولوا لي بلي هذا النظام جاب كل شيء ستاد وما يديروش حتى الشناوة راهم يخدموا فيه 5 جويي على بالكم والله القلب يضر والله راهم يديروا في السبور جود لك. شفتوا ولا لا في السخانه وكل شيء فوالا شوفوا بعينيكم فوالا لاميريك وعندهم لي شامبيون تاعهم فوالا يوروهم لي شامبيون اولمبيك على بالكم بلي ولادهم هنايا ينجحوا في الجوز اولمبيك ماشي حنايا درنا لي جو ميديتيرانيا حاشاكم لي تواليت وما كاش بعد الله يحفظ ستر والله كاتاستروف فوالا لي ريكور دو موند هذو كاع قراو في ستانفورد لي ريكور دو موند في الجامعه هذه هنايا فاني شامبيون اولمبيك تاع ستانفورد من 1908 فوالا حتى 2008 اللي هنا ومن بعد يكملوا هنايا دوك رجاله ودسه حتى 2017 ها شوفوا بعينيكم 5000 متر غراند فيشر شوفوا بعينيكم فوالا كل شيء كاين فرحانين بولادهم اسكو يديروا هكاك في الجامعات في البلاد والله ما يستعرفوا بهم ما يدوهاش كاع فيهم
صافي مال او كور صافي مال او كور ان شاء الله من القدام تسقم البلاد بصح باه تسقم لازم نخرجوا هذا ولد عباس ولا احمد ويحيى لازم الشبيبه باه البلاد تسقم لازم الشبيبه اللي عندها الكفاءات واللي عندها الروح الوطنيه واللي تخاف بربي لازم هي تحكم في الجزائر فهمتوني ولا لا بشي هذا الجيل هذا اللي راه يكفر وراح يحسب روحه خير من ربي سبحانه فوالا تهلاو في روحكم الحمد لله راكم كاع بخير اللي بغي يرقد ليلتكم سعيده واللي راه واقف نهاركم مبروك وتهلاو في روحكم والسلام عليكم والتحيه للجزائر مالغريتو تهلاو صحيتكم.